ورب بيبني الإكليسية بتاعته. وأنا من هنا ورايح هقول إكليسية كل مرة هتكلم عن الكنيسة. رب يبني الإكليسية بتاعته، والإكليسية دي أبواب الجحيم تقوى عليها. لما تبقوا إكليسية في مكانكم، لو تبقى إكليسية أنت ومراتك، لو تبقوا إكليسية، الإكليسية دي بتنتصر على كل حاجة. السلطان فيها طبيعي جدا، أبواب الجحيم تقوى عليها. أنتوا كويسين؟ جزء من أزمنة رد كل شيء هو رد معنى إكليسية للكنيسة الحالية. فكين يسوع سيأتي هو في السماوات إلى أزمنة رد كل شيء، ورب يرد كل شيء للكنيسة للإكليسية. بس جاء الوقت انك تفهم هو احنا بنعمل ايه، هو احنا هو هم دول ايه اللي جمعنا. احنا خدمه مش عارف ايه، جايين اليوم الروحي بتاع نهايه السنه بتاع خدمه مش عارف ايه. من فضلك انسى كل الكلام ده. في حاجه اسمها كليسيه في بلدنا، ملهاش مسميات، ملهاش اسماء خدام، ملهاش اسماء طوائف، لكن عشان كده يسوع قال وراها انا ببني الكليسيه بتاعتي، ابواب الجحيم لا تقوى، بديك مفاتيح ملكوت السماوات. لأن الإكليسية أوسع تماما من المسميات والمؤسسات والخدمات وأسماء الخدام. الإكليسية حاجة أوسع تماما، هو الشعب الموجود في الشرق الأوسط أو في بلدنا اللي بيرتفع من مستوى الطبيعي عشان يحكم في مستوى الروح. إزيكم؟ أنتوا شكلكم جميل قوي. يا إما تبقوا كليسية يا إما تخللوا. من فضلك، أنا مش عارف إيه موضوع تخللوا دي، بس من فضلك ما تفضلش تلعب نفس اللعبة القديمة، وفضلك ما تحطش لنفسك قوالب وتحط للناس اللي قدامك قوالب، وده أصل فلان ده تعليمه كذا وتعليمه كذا. حبيبي إكليسية ولا مش إكليسية؟ لو إكليسية أبواب الجحيم نطقوا عليها، لو مش إكليسية بينظر بعينيه ولن يأخذ. لأن الإكليسية هي جماعة منفصلة، محودة، مختلفة، مفصولة، مفصولة من الداخل، مفصولة في الكاركتر، مفصولة في الشخصية، مفصولة في كل حاجة، من سيستم العالم. جماعة، التعريف الكتابي اللاهوتي يعني في الكتب المراجع، إكليسية جماعة خارجة لتحكم. ده بالمعجم اللغة لكلمة إكليسية، جماعة خارجة لتحكم. لكن إكليسية الرب هي جماعة خارجة من سيستم العالم لتحكم في سيستم الروح أو في ليفل الروح. لو أنا قاعد مكانك هقوم رافع إيدي أقول يا رب أنا حابب الإكليسية دي. أنا حابب الإكليسية دي، جميلة الإكليسية دي، ألذ من اللي بيحصل. الإكليسية دي مريحة لأن أنا خارج، كل حاجة فيا خارجة وراك. أنا زهقت من مستوى العالم، أنا عايز روحي تنفصل وتطلع لفوق، تبقى في الحتة بتاعت الإكليسية اللي بتحكم في عالم الروح. يكونش ده الرجوع للصورة الأصلية لما قال آدم وحواء اخضع الأرض تسلطوا، كونوا إكليسية، كونوا منفصلين ليا عشان تحكموا. أمين؟ أمين. أول نقطة خلصت. تقولي إيه ده دورها ب 2016؟ أقولك ده دورها ب 2016 فما هو طالع. كلمة إكليسية ستزداد والمسافة هتوسع ما بين الإكليسية والعادي. في شفتات بتحصل، عمالة بتحصل. حكيت عنها على خفيف في نهاية 15، في أول 15، وحصل منها على خفيف. هتزداد الشفتات ما بين كل إكليسية وكل عادي، كل إكليسية وكل عادي. فمن فضلك ما تسيبش نفسك، تحرك لإدراك، لأن ده حاجة هتحصل في 16 وما هو طالع. أوكي، أنا هغير شوية اللي كان جوايا، لأن في نقلة في التكليفات، لأن الرب حيطالب الكنيسة بأكتر من اللي حاصل.
فوجودك في الإكليسية احتياج، لأنك أنت محتاج تحكم من حتة أعلى من الطبيعي. فرب حيوقف الكنيسة في تحديات، دي مش تخوف. رب يوقف الكنيسة فوق الجبل، وفوق الجبل في كرسي لإسمين، سلطان وراحة. عبرانيين 4 لو أنت بتتابع الخدمة هتجد التعبيرات دي موجودة هناك، في سلطان وراحة. ورب يدعوك لأنك إكليسي، لأنك منفصل من المستوى الطبيعي طالع قاعد فوق الجبل، لأنك فوق الجبل وحضور ربنا فوق الجبل، في كرسي اسمه سلطان وراحة أو سلطان من الراحة. عبرانيين 4 نحن مين ندخل إلى الراحة. في الراحة دي في سلطان، وفي الراحة دي والسلطان ده رب يقول لك ده وقت انك تحكم، ده وقت انك تشرع، ده وقت انك تنحت اجتماع الصبحية، تنحت الزمن اللي جاي، ده وقت انك تقول وتنحت وتشكل وترفع الحجارة وتنقي المعثرة من امام الشعب، ده وقت انك تحكم على الزمن اللي جاي بكلمات بسيطة زي داود. داود بحصوة صغيرة جدا حسب موقعها لشعب كبير جدا. ليه؟ لأن داود ملك، رب يسكب ملكوته للملوك. داود ما بقاش ملك لما تمسح فقط، داود كان ملك وهو بيرعى الغنم مع الأسد والدب. أنت مش بتبقى ملك لما يمسكوك ميكروفون، أنت بتبقى ملك وأنت لوحدك في الأوضة. ولأنك ملك وانت لوحدك في الأوضة بيخرج منك حصاوي صغيرة، صلوات صغيرة، بس هذه الصلوات الصغيرة لأنك إكليسية في روحك بتخترق وبتحسن أمور كبيرة. أول مستوى بيتغير هو مستوى الإكليسية، تاني مستوى بيتغير مستوى التكليف في حياتك. هقول لكم حاجة، طيب دي قريتها في، يقول لك كده انه الجنود لما بيطلعوا في الجيش، يعني في الاغلب ده نظام الحروب القديمه، يعني الجنود بيطلعوا في الجيش بيحليهم تدريبات، كلهم تدريبات معينه ما عدا الجنود اللي في الصف الاول. الجنود اللي في الصف الاول بيتوصوا ثلاث توصيات، ففي تدريبات عامه لكل الجيش، بس اللي في الصف الاول ليهم ثلاث توصيات. ده الكتاب اللي كنت بقراه ده كتاب مش روحي يعني. بس التوصيات دول عجبوني. يقول لهم ايه الجنود في الصف، الجنود في الصف الاول دايما وطي راسك، دايما اعرف انك معاك ذخيره، دايما كن مع زمايلك، اوعى ترفع راسك، اوعى تفقد ذخيرتك، اوعى تبقى لوحدك. رب ياخد الاكليسيه بتاعته للصفوف الاولى ويقول لك دايما اتواضع، دايما كن معاك ذخيره في الروح، ودايما تبقى في وسط الجسد. دايما اتواضع، ودايما كن معاك ذخيرتك. بالمناسبه انا الاجتماع الاولاني اتكلمت عن مائده الرب وانها احد الاسلحه في الزمن اللي جاي. السلاح الثاني هو صلب الروح. صلب الروح هيتحرك معاك في صلوات لما كل صلوات التانية ما تجيبش نتيجة. صلب الروح هيخترق فيك ومن خلالك، وحتحتاج السلاسة وانت بتصلي في مستوى أعلى من المستويات الطبيعية في زمن في صلوات بالذهن مش هتبقى مخترقة. فاعرف ان أسلحتك في الزمن الجاي أسلحة روحية، ده كلكم عارفين أسلحتنا ليست جسدية بل روحية قادرة بالله على هدم حصون. الآية دي مش بتكلم فقط على أنا بقوله، بس أنا باخد المعنى. فصلب الروح مفتاح، مائدة الرب مفتاح، دي أسلحة. فثلاث حاجات: وطي راسك، اهتم بالذخيرة بتاعتك، واوعى تنفصل عن زملائك. هم المستوى اللي رب يزود التكليف فيه في حياتك. فدايما اتواضع، دايما اسجد، ودايما اتملي بالذخيره بتاعت الاسلحه بتاعتك. اوعى تفقد ذخيرتك، ولما تفقد كل ذخيرتك صلي بالروح، ولما تفقد كل ذخيرتك
روح مائدة الرب، اعمل مائدة الرب. لأن في حاجة بتنفجر من عهد الرب ومن تجسد الرب ومن قوة الرب بتنفجر عليك في الحاجتين دول. ونمرة ثلاثة، اوعى تنفصل عن زمايلك.